أحسنت. أنا أعتقد بأن العراقيين مطالبين أولا بامتلاك إرادتهم في أن يقرروا ما يريد، لأنه من دون هذه الإرادة سيبقى الحاكم أو المسؤول أو الشخص الذي ينطق باسم العراق مسلوب الإرادة في القول ما يريد وما لا يريد. يعني طالما إحنا النظام تمشينا مجموعة ميليشيات يسرى أو يمنى حسب ما تريد، لن يستطع أبدا أي صاحب قرار إلا أن يتكلم بشكل موارب، بشكل غامض، بشكل مجامل في أفضل الأحوال لهذا الطرف أو ذاك. يجب أن يمتلك العراقيين إرادتهم أولا لكي يقرروا بعد ذلك أن يقولوا للطرفين نحن لسنا لنا علاقة بالموضوع، أو نحن ننضم إلى هنا أو ننضم إلى هنا. يعني بكل حال من الأحوال العراق الآن مسلوب الإرادة، وطالما هو مسلوب الإرادة فهو لا يستطيع أن يدافع حتى عن مصالحه في هذا الموضوع. وسلبان الإرادة أو سلب الإرادة هذا لا يتجلى فقط في هذا، يتجلى في قضايا كثيرة كثيرة جدا مع دول الجوار ومع حقوقه ومع حقوق أبنائه، بل ومع معاملة أي عراقي في أي سفارة في أي دولة في العالم. فبالتالي إحنا كلها نرجع مرة ثانية لنفس النقطة، متى سيمتلك العراقي أو متى سيمتلك العراق كدولة حقيقية إرادة القرار واتخاذ القرار واختيار الطريق حتى يدافع عنها، وخصوصا في المرحلة القادمة. أخي العزيز، دعني أكون واضح جدا في هذه النقطة، ربما المفاوضات القادمة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية قد تشهد ولأول مرة أول تقسيم حقيقي للعراق. يعني دعني أتكلم أمامك بهذا الشكل وبشكل واضح، هناك أفكار كثيرة تطرح الآن في واشنطن حول مستقبل العراق بهذا الوضع، ربما البعض منها سيروج لفكرة تقسيم العراق باعتباره الحل الأمثل. رح أجيك.